السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكتبة إسلامية إمانتا وحي إدين سو قدبينيسا درسي صدح إي أفرتانات كتابك كتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. لا يستشفع لما إرجوي ديستو بالله إلهي إرجلو بمطل الوقت على خلقي خلقي ستدشي سنة لو بمطل الوقت، يعني إلهي أنت إرجلو قبكتو مخلوقي صلى الله مدر صدو ساس في معنى. عن جبير بن مطعم، جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: إنه جاء عربي من ربادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يؤمن، فقال مركز سامحني: يا رسول الله، رسولك إلهي، نهكت الأنفس، يعني النففيالك ويدعيفين ويمعنى ويويتن ويعاتوبين ويعاتوبين، وجاء روحا قاتوضي العيال عروتي نوا قاتوضي، وهلكت الأموال عليه نوا بابين، فاستسقي نور رب ويدي لنا أنا، يعني إله الرب نو ويدي، حيث فإنا أنا نستشفع وحنو إرقو ويدي سننا بالله إله عليك دشان، إنه إله إرقو نو نغضب أو نو كأرجيه، يعني كويدي سن، ونشفع ونستشفع له، وحنو إرجوي دي سن بك أديك على الله يعلم، أذكر إن إرجنا نقطة ذي له إنه أد، يعني كويدي سن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النبي وحوله، سبحان الله، ألا نزهن، ووح الله وحنو قل منه نكفف، سبحان الله. ألا نزهن أو هفن، فما يزال مؤه نكزو للنبي صلى الله عليه وسلم يصبح إنه تصبح سنعي ووقع العلن أيوه حتى عرف إلى لك قرت ذلك أركا في وجوه أصحابه، أصحابه توجه قوض إلى لك قرت، يعني ويدرين قادم إلى وجه قوض، يعني إسبدل لك قرت أي أيوه نبي صلى الله عليه وسلم وقع العلن. ثم قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم: ويحكى أوكاكي قد إنكار من أوكالوي، أتدري ما أكتهم الله ألا وحده متغانه، إن شأن الله إلهي الرنكيس أعظم وكونها من ذاك من ذلك كان، هذا الكاتشيس هذا الله أقل ما ماءها، إن إلهي إرقل لك سو مخلوقي صلى الله عليه وسلم إنت ألا وكونها الرنكيس، إنه لا يستشفع لما إرقوي تستب الله ألا على أحد عند الله غير ويديس. وهو حوري حديث أبو داود باوري، أبو داود ابن خزيمة يا آجوري يا ركف ربضان بحديث كورينا، يا حديث كنا سنة كيسوا ضعيف، ووحا كتيرا لنك لنشر محمد بن إسحاق المدلس أهل يا سنة كيسوا كتيرا مال وكعد السماع ومال تحديثنا برغض المهيوش صدر حديثه وحن كشرة تدليس ابن إسحاق وكشرة تدليس كنا حديث صافي كلا كسميرة وضعيف ويبعنا سندهان حديث مركة وحولية هاي كما بابك وشيخ وباب السيد لا يستشفع بالله على خلقه، معنى وحوي استشفع بك وحوي إرقى قدر سنيوة روح مركة عدو وجهك ووجه دامه وأبتي سكاقف في عين مركز أدر سنة سو ضمت هذه هوش هذا أسي قيبنيس هيا أنت الشفاعة على الإلهان، معناها الشفع كان أسل كيسو حلقة كياني لريد على الإلهان الله وشي مركز ليس كل رو هيا الشفاعة على الإلهان، معناها إذا وحوي أنا عبسي قيدي عبسي قاك أنت كل ما نيس ميشا إيكي وي مركز ميشا إيكي وي هبال إرقى إيقو نقو وإيقو تن ووحا إيقا سورنا ميه
شفاعة الناس لله. مركا إلهي سبحانه وتعالى هذا الكنأ يعني منك أعرابي لوكوها اللي دون شيخ ربابك وكذلك لا يستشفع بالله على خلقه، معناها منك أعرابي الرباديها يوضع كده إلهي سبحانه وتعالى يعني ندر سنينا ونرقها ندر سنينا يا الله ندر سنينا إلهي سبحانه وتعالى النبي قال ندر سنينا صلى الله عليه وسلم. ومعنى وحو يوضع كده عدي إرقوني سي يعني وحو يان وحا عيدون يان أسوى طميني سي ينو قال لي إلهي سبحانه وتعالى يو وحكا سوى طميني يو إرقها نبوتك النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ومعنى مركز دبا قد يتوى معنى خلدوى النبي صلى الله عليه وسلم عليه إرقى الله درسه وإستقى على الله درسه سبحانه وتعالى إنه إلهي دعاء ذي بريضة بريضة إنتو كوغو الله ماليه وحد دونيس إلهي كوي دي سبحانه وتعالى لكن إلهي مخلوقي سإنه قار كم إذا آلو وهبل وحا أولا ميلا وأضمد إلهي وحوي دي لهذا ومعنى أن يكر إنه معنى إن قرب هذه مرك معروف قال لمعناها سوى معنى إله سبحانه وتعالى من يعني وحود يعني وحورة سن ومخلوق يستكمل إذا أما إرجع والنقر يا موجر معنى فبقر كبوح أودي سبحانه وحول البقعة زي كجيل اللو ودبها هي هاي سوونا دوم دي سك كفتو مواي سد درازل لفظ دجا هي معنى هو خلاص. طيب عن جبير مركا لا يستشفع بالله استشفع به يعني بعض روحي كشاء روحا عدة إرقادة لغا دقانية عدة لدر سنة عدة لدر سنة عطسي قاقع حنباري صلو إيه معنى وحويا يا بعض اللي قليا أعلاق روحي قليسة عدة لآذيو عدة لآذيو أي معنى قليسة إرقادة اللولاد سكحي وحي لغا صوتا ما يلدونيو مركا لما معنى وفوها اللي ميدوا ميد هرو إلهي إرقب من نخضوء إرقب الله مدر صدى ومخلوق إيسا الله مدره. طيب تدنبئي معنى هدنبئي ويري نبي وانكو درسانا إنه إرقب كان لغين إنه إلهي إنه إرقب نغو نغترمنا معنى هدنبئ صح معنى هدنبئ صح نبي صلى الله عليه وسلم عليه ما دام إلهي أكدي سأدو مدى ونوناكسن مصوشي فضلق بضن وكمي ريهاي إن إلهي النوبر اللي إلهنا وإله نويتي لنا وإله إرقل الله ونقل لنا وعبسك أنك إلهي أقد باللي إلهنا فعنى هذا وحويا سحوي معنا معنى سوى سح صادر هذا النبي كما هذا صلى الله عليه وسلم تغرق يتقنب صحي. عن جبير المطعم رضي الله عنه قال وحوري جاء وحي من عربي مثل هبادية أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويمد فقال وحوري يا رسول الله رسولك إلهي نهيكة الأنفس نهيكة وحي لنا معنى الضعف تورد الرضا يعني نفتي أنفسته ومقودة آدمي آدمي واضعي فين وويت عاطة النماء معلول باقود عبيب معرفة وجاء وحا قاتشو ذي العيال حروتي نواق قاتشوتي وهلكت الأموال حوله نواق بابين أبارة ويمعنى أبارة قد عيب إفاس تسقي نور رب ضرب لنا أنك إله النوى دي إنه رب نسيه معنى هذا واضح وإله الرب النوى دي روح النوى إلى تكتر هذا ومعنى الصحابة النبي يقول إنتو النوى صلوات الله والسلام عليه صحابة إنتي قوي مادام بعدي شرين إله النوى بري إنه رب نسيه وأنا توصل كقيبه سبناوي روح النوى وقد وحوقا يا رب إذا يسعينه إلهي كاقر نويه إنا ضدك تصل هذا إلهي يبري أما الدن قود بالوقت وقال إلهي إلهي نووي دي ويبنات نبي صلى الله عليه وسلم ويقول إيمان جيران سحاوض رضوان الله عليه لكن مركو النبي قيري ودي كده سحابة دي سي وحبري علماء أمت دائها أبو فضل بدنا نبي محمد أبوش على صلى الله عليه وسلم عليه توحيد كان ذلك أوي قانا يدين تورنبا مركو النبي قيريوذي كذب وما أين تسجن قبره النبي انتهي تسجن صلوات الله السلام عليه ولي لما هيو إن أين هذين
سيدي مركو نولابا سمين جيرين انتي قبرك تغير مين له النبي و الهي نوبري و الهي واحد نويدي بل وحى الله يا ان اي نبي صلى الله وسلم عليه انتي كوريين اي اذنك عباس اتغين و الهي عمر المخطاب رضي الله عنه حديثي نبي مركو نولا استغانو الهي inuu noo shafeeco oo ergan noogu noqdo oo wax loo weydiiyo ka dalbi jirnay haddana waa geeriyooday ee Cabbaasu meeshii Nabigu sallallahu alayhi wasallam yahowshii noo qabo ilaahi noo bari inuu roob nasiiyo Cabbaas markaas ilaahi bari subhanahu wa ta'ala marka Nabigu markuu geeriyooday kadib hadii qabrigiisa inta loogu tago siduu waagu noolaa wixii la weydiisan jiray hadii loo weydiisan karo saxaabada Nabiga sallallahu alayhi wasallam qabriga iyo madina ku yaalo oo isku meel ay joogan mayna ka wareeyeen cid kale mayna ka aadin Cabbaas mayna u wareeyeen way la caasiin bay noqon lahayd caasiin bay noqon ixtiraam darada heerka gaadhisay kuma jirin saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam heer ay ka wareegaan nabiga sallallahu alayhi wasallam oo cid kale soo saxaabadiisa kamid wax u raadsadaan asagoo u banaantay inuu inay isaga aadaan waxaan dhici karin way maana waxaan dhici karin way mar haday ka wareegeen arrintaana ay isku ijmaaceen oo ay mid ku khilaafay uusan jirin waxay ku tusaysaa marka inaysan bannaanay nabigu markuu geeriyooday kadib salawaatullahi wasalaamu calayhi in erge la weydiisto oo shafaaca la weydiisto oo ilaahay wax iga qabal la yidhaahdo inaysan bannaanayn yaani waxa weeyaan laakiin dadka nool waa bannaan tahay waa xadiista nabiga sallallahu alayhi wasalam baa ku tusaysa saas wey macna saa marka la leeyahay ma aha in nabiga sallallahu alayhi wasalam yaani wax weeyaan xuquuq dumna iyo fadligiisi iyo wanaagiisi iyo meel lagaga dhacayba markaba waxa loo rogay markiisaa la yidhaahay nabigii baa la yidhi salawatullahi wasalaamu calayh yacni wax weyaan waxba ma qaban karo waxba maaha ruux caadiya qaaba saasaa markaba loo rogaya sharciga nebi maxamed baa laga soo gaadhay salawatullahi wasalaamu calayh innagana waxaan ku qasbannahay meel alla meeshuu maray inaan marno meel alla meeshuu ka leexday inaan ka leexday nabi maxamed kadib la salawaatu llahi wasalaamu calayhi saxaabadiisii ummaddan ugu fadli badnayd ee isaga cilmiga ka qaadatay ee uu ina amray inaan raacno ayaa jidkooda la maraya isagu jidkaasuu maray saxaabadiisuna jidkaasay ka dabamareen saasuu isaguna dardaarmay ninka marka nabi maxamed ku weynaynahayo oo ku qadarinayo wuxuu reebay waa caasilaya haddana waxbaan weynaynayaa bule waan qadarinayaa bule meel buura kaga dhacayaa nabiga salawatu llahi wasalaamu calayhi sharcigiisii buu khilaafaya marka sharcigiisoo raacdo ayaa jacaylka nabiga salawatullahi wasalaamu calayh sharcigiisuna waxa weeye tawasulka banaan qaybihiisa waxaa ka mid a inuu ruux nool uu ku tawasulo shafaaca iyo ergo ilaahay noogu ergee inuu yidhaahdo laakiin amwaan la dhibatay maya lama ogola haddii nebi maxamed salawatullahi wasalaamu calayhi ayna saxaabadu ergo weydiisanin iyo shafaaca iyo tawasul toona markuu geeriyooday kadib hadda nin kasta oo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam calayhi aad ahayna waa ka dhex jira ama adigu weli ku magacow ama uu ku magacow ama sheekh ku magacow waa la mid wey macna tayib fastasqi lana ilaahay nooga roob talabo roob noo weydii fa inna anagu nastashficu erga ahaan waxaanu erga weydiisanaynaa billaahi alle calayka dushaan macnahaas waa macnaha qalbka ilaahay baanu erga ka dhigano dirsanaynaa adaan kuusoo dirsanaynaa inuu darahanaga iyo ujeedadanada nooga kaa dhameeyo yaanu usoo dirsanayna oo ma ilaahay baa cid loo dirsadaa ma ilaahay baa erge laga dhigtaa acrabiyo waad khaldan tahay wey macna walastashficu ergaanu weydiisani bika adiga cala allaahi alla dushii inaad noogu ergooto macnaha dambaa saxa marka inaad ilaahay noogu tagto ood noo weydiiso oo aa waxaan rabno aad macnaha noo weydiiso taasaanu kaa codsanayna macnaha dambe waa sax wey maadaama nabigu nool yahay markaa salawatullahi wasalaamu calayh uu la hadlayo yani shafaacadaas ama shafaaca weydiintiisu waa sax wey tayib faqaala nabiyu sal alay wasalam nabigu wuxuu yihi yani aakhara markii la tagana nabigu sal alay wasalam shafaacadiisa weyn aakharay taallaa macna aakharay taallaa waxa uu la diidan yahay ruux adduunka jooga nabiga salawatullahi wasalaamu calayhi inuu yidhaahdo nebi allow shafaacan ku weydiisanaya ilaahay baa shafaacada kulligeed uu gacantiisa ku jirtaa qul lilahi shafaacatu jamiican wainu samarna shafaacada dhan ilahay gacantiisa ku jirtaa subxaana wa tacaala nebigu marka salawatullahi wasalaamu calayhi aakhara marka la tagana wuu ergeyn doonaayo wuu shafeeci doonaa shafaacada weyn iyo makhluuqaadka oo dhan iyo shafeecooyin kaloo khaasa uu shafeeci doonaa nabigu sal alay wasalam laakiin waxaa khalada in la yidhaahdo
نبي وإشفاع وإستقل لو يديت داخله إن إله لو يديته سبحانه وتعالى. طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحوري سبحان الله إلهي ما نزهن سبحان الله إلهي ما نزهن يعني هذا الكاء إنا نستشفع بالله عليك هذا الكاس النبي صلى الله عليه وسلم إلهي كوفيا وهذا الإلهي أقل من هذا القل عوي معناه وحوقائي كم وقته يعني حبونا الآن بكم وقته. فما يزال موسى كزو للنبي صلى الله عليه وسلم يصبح إنه تصبح سنة يكوعد عليه سبحان الله حتى عرف إلى لك أرتي ذلك أرنك في وجوه أصحابه أصحابتي توتيضوا ذا إلى لك أرتي يعني درينك إقادر النبي جاي كرتين صلوات الله والسلام عليه أيها المركي كرتين درينك إقادر وجهه ذا مركي ترجمي. ثم قال وحر النبي صلى الله عليه وسلم ويحك إن كارمه أتدري ما أبتهم الله ورأى الله وحيها ما تقال له إله أقول در داوي معنى ما إلهي بقى الزمري صلى الله عليه وسلم إن شأن الله إلهي أرنكيسي حالكيس أعظم وكويها من ذلك أرنكا إنه أدوميذي سقار كمدي إرقا أغطهو إلهي أرنكيس وكويه إنه لا يستشفع إرقا لمويدس بالله إلهي على أحد إذن دوشيس إرقا لمويدس إذن الله ودرسدو إلهو إرقا يغطك إلهي لمينا سبحانه وتعالى. رواه أبو داود باوريه معنا وحكا لغان صحيح وكلمة ولله المثل الأعلى تصال معنا توضيحية أضو من مسكين وبيلها نشوه وكلمة تاد أوتكتي ملحوينها أوتكتي أعطيني أوكلت هبل إيغوت هبل إيغوت دان تاسان كلاي هاي إيغا سوى طمي سوى إذا بدركو ما هذا الآن شعباء واحد مد رعيتي تكمد أو فقير أو إستغى ملكي جيس هوسي ما دو سو دورو أوغوت تالين كرو وهدو دورو حلي كرو وحلي سكت قادن كرو أمر أوسية كلية تكفل هذا تيري هذا إرقى إيغوت تاغو بلنكا فحييغا سوى طمي بدا حين هذا دولتك محل لقى فهمي إن أنا نقدر كي أودي ملحوينها بأذن احترافرين سوى لقى فهمي ساسم باك صباحي هذا الكاميركا كاسم كلاك مغنى ولله المثل الأعلى لكن هو رسالة توضيح أول عدة بقصو يدى بفرحدي أود بفرحدي ملكي جيسو كحدة فتيرو ميت فقير وحباه يسنين ومسكين الله مدير أول معنى أو حيقا صوى لمي اللوين هذا الكعرابي قصاص ويمك في مسائل باب كان مسائل دورة كنشرت الأولى مسائل ذلك وهذا وحوي إنكاره النبي جديد صلوات الله والسلام عليه على من عد شهد وإنكري قال يلي نستشفع بالله عليك نبي والله نو إرقوي ديسانو إنو نو إرقي عليك دوش هذا نو بإرقي. الثانية مسألة الوالي وحوي تغيره اسبدل كيسة تغيرا اسبدل ويسبدلين النبي صلى الله عليه وسلم اسبدل كاسة عرف الله قرطي في وجوه أصحابي أصحاب سيدة وجيوده ذا لغا قرطي من هذه الكلمة كلمة ذا حق يدنا ويسكبدلين يعني ما قلقه كلمة ذا مقلين أي نبي اسبدل صلى الله عليه وسلم حيلا دوع روضه وجه إيسا لغا قرين شري النبي صلى الله عليه وسلم مركبه اسبدلين اسبدل وليبا سحابه يسو ضريمان ويقول إسلام بدلين بو نبي اسبدل صلى الله عليه وسلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم وحيالها منكرات كا يهض الله في حول شرح يتلاف سمك وأركو وكحف ذلك النبي آدم وحناك ترى صلوات الله السلام عليه وما دون قادة ترى الثالثة من صلاة سيد حادي وحوي أنه نبي لم ينكر عليه موسى كديد قوله ننك أرهدي موسى كديد ما استشفع بالله بك على الله دي. ما استشفع بك أنا إرقك علينا النبي على الله الذي شتا إرقك علينا أنا نقدر سن وإذا إرقنا نقصد إلهي باهدا نظر أوك يسود نووي إيسوا يا نقود إرسانينا تأسلم الدين محايا لما برنات هاي معنا ويبرنات هاي وحاكا لسود نبيك خاص كبير صلوات الله السلام عليه عيد والبقى وفضل إيه وراج لمبيض إيه ونولا حدنا النول ونجير يولين أي كبرنات هاي معنا. الرابعة والثلاث أفراد وحوي التنبيه برانوش لبرارتيو على تفسير سبحان الله سبحان الله التفسير كذا لبرارتيو ام حيث هاي الهي با وحال وحال وحي عيب هي الدمران هي نقصة الهي با كهفا وكفك بمعنى حيث يلي منك اعرابي مركو هذا الان الهي اقلبي ينبيه سبحان الله معنى سبحان الله وحي ماشا كثارزة كاعرابي هذا الكويري هذا الله الله بيتكال إله سبحانه وتعالى وما قلما ويبعنى بركوا كلمة وينين هي قدر لا إله ذو. الخامسة مثلا عشان هذه وحوي أن المسلمين مسلمين ته يسألونه صلى الله عليه وسلم نبي وحوي ويدي سريا الاستسقاء رب ضلم إنه إله الرب ويدي الرب دون والرب دونه النبي ويدي سريا صلى الله عليه وسلم يضلوا بناتها
oo waqii Umar sameeyay iyo saxaabadii oo dhan oo wada jooga oo Abbas ay ku roobtay bin Abbas ibn Abd al-Muttalib taas bay macna qabriga nabiga sallallahu alayhi wa sallam alayhi ay kale xidheen oo ayna waydiisanin baabu ma jaa marka waa nolosha nabiga sallallahu alayhi wa sallam intu nolaway baabu ma jaa wixii intu baabu yahay fi hidayati nabiga sallallahu alayhi wa sallam nabiga ilaalintiisa uu ilaaliyay xiba tawxiidi tawxiidka seeriis iyo wasadihi nabiga duuditaankiisa xiritaankiisa uu xiray turuqa shirki shirkiga jiladkiisa dhan uu xiray macnaha waxaa baabka uu sameeyey sida uu nabigu sallallahu alayhi wa sallam u adkeeyey ilaalinta seeraha tawxiidka yani xerada tawxiidka iyo mabda'a tawxiidka siduu nabigu u adkeeyey oo wax walba oo dhaawac u keeni kara uga ilaaliyey jid walba oo dadka shirki gaadhsiin karana nabigu u xidhay ayuu baabkan u sameeyey macna yani dadaal dheeraad uu nabigu ku dhixiyey salawatullahi wasalaamu calayh maxaa yeelay tawxiidku waa aasaaska diinta waay wixii qalloocsanaada isaga ku dhacda ama dhaawaciga soo gaadhay waa diin la'aan wey lagama soo waaqsan karo wixii laakiin diinta inteeda kale soo gaadha oo diintaada qaybaheeda kale ku yimaadaay waa wax taqriiban laga soo kaban karo laga soo yani wax way waaqsan karay ayib marka taasu u baabeeyo waa masalada ilaa sadu daraayaca ka hortaga ila shareecadeen waxay taqaanaa shaygu intuusan dhicin yaa taxadar laga qaato intaasoo dhacmood iyo intaasoo oodood iyo intaasoo derbi baa laga sokaysiinaya oo shaygii difaaci shaygii difaaci waxaa la yidhahdaa marka sabtu daraa'ic baa la yidhahdaa ka hortag wey macna marka nabigu sallallahu alayhi wasallam shirkiga ku dhicitaankiisii lagu dhici lahaaba intaasoo taxadar oo ka sokaysa yuu sameeyey nabigu sallallahu alayhi wasallam ayib ma jaa wixii yimid buu baabu yahay fi ximaayati nabiy sal alay slam nabiga ilaalintiisa uu ilaaliyey xima tawxiidi tawxiidka seerihiisa uu ilaaliyey wasaddihi iyo xiritaankiisa uu nabigu xidhay oo uu duuday uu gufeeyey macna turuqa shirki shirkiga jidadkiisoo dhan xidhidii uu nabigu xidhay salawatullahi wasalamu alayh jid walba oo shirkiga oo dadkiga shirki gaadhsiin karana nabigu waa xidhay can cabdillahi bn shakhiir waxaa laga warinaya radi allahu canhu qaala wuxuu yihi inطlqtu waan tegey fii wafdi bani camir qabiilka reer bani camir ile wafdidoodii baan raacay ilaa rasuuli llahi sal lay slam nabiga xaggiisaan aadnay faqulnaa markaasaa waxaanu nidhi anta sayidunaa adigu sayidka nagi baa ta nabigu aa markay nabiga u tageen sal lay slam faqaala nabigu wuxuu yihi sal lay slam asayid llahu sayidka buuxay waa alle tabaaraka watacaala qulnaa waxaanu nidhi wa afdalunaa ka noogu fadli badan baa tahay oo acdamunaa ka noogu weyn baa tahay tawlan yani xagga sharafka iyo weynanka faqaala wuxuu yihi nabigu sal alay slam quuluu ku hadla biqawlikum hadalkiina waxaad dadaan ma dhaha wey aw bacda qawlikum ama hadalkiina qaarkiiba iska dhaha walaa yastajiirannakum yuusan idin duufsanin oo idin jiidanin ashaydaanu shaydaanse yuusan idin jiidanin rawaxa wariyay xadiidka abu daawuud bisanadi jayidin ayuu ku wariyey xadiidku waa xadiid saxiixa wey abu daawuud iyo nasaai imaam axmed iyo keyrkood ayaa warinaya waana xadiid saxiixa wey macnaha nimankii reer bani caabid la odhan jiray wafdidani waxay ka mid ahay wufuudii nabiga u yimid sal lay slam sanadkii sagaalaad sanadka la magacbaxay caamil wufuud wafdiyadii qabiilooyinka ka socday ee nabiga u yimid sal lay slam bay ka mid ahay ninkan marka cabdullahi bn shakiir ayaa la socday wuxuu leeyahay nabigaan unabi sal lay slam markaasa waxaan ku nidhi sayidka nagi baa tahay sayidka nagi baa tahay markaasaan nidhi ayuu nabigu wuxuu yihi sal lay slam ilaahay baa sayid ah sayidka macnaheedu waxa weeyaan waa ruuxa weyn ee sharafka leh yani tilmaantaas ayaa sayidsiyaadada la yidhahda nabigu marka sal lay slam wuxuu yidhi sayid waa alle saasuu yidhi macnahaba waxaa laga garanayaa in uu nabigu u diidan yahay dadka in sayid la yidhaahdo macnaha culimada qaarkood baa ka fahmay xadiidka waxaa jira marka axaadiis uu nabigu sal lay slam uu ku tilmaamayo iyadoo sayid makhluuq lagu magacaabay isaga laftiisaa nabigu isku tilmaamay sal lay slam ana sayidu waladi aadama walaa bakra caruurta aadan u dhalay ayaa sayidkoodii ahay faarna ma ah buu nabigu uri sal lay slam
نك لون جيري سعد بن معاذ وكان نبي صحابته مركي سوق ضاوع على كينه ودمر صار قوموا الى سيدكم فانزلوه واكيد جيري سيدك نيستاغو سو دجيه مركا حديث بقطوس سيد سيد لوران كاري سيد لوران كاري نبي قرى صلى الله عليه وسلم حديث كان مركي سيد كنت المبين ويستغى سيد باسه دهل سيد وعلم كوري سيد وعلم كوري عندنا مركا قاربة حديث كان لما حديث حديث تاس سوى كنت جمعيان قالوا وحي لهذا نبي صلى الله عليه وسلم حديث كان وكد يديها إن سيد لغوي لهذا ولقف يعيه وأصيد اللقف يعيه ويمعه كراهية كتبت معنا وديدني وكراهية ديدني حتى حريم كايد معه واسيد اللي قفت عن خلاف الأولى بيقل بضو إله واسيد اللي قفت عن إن حديثتك أنا سيد ولدي آدم إيه يعني قوموا إلى سيدكم يروحي خطوص نساء الجواز من إسك فرناس ويفرناس هاي لكن ولا قفت عن حديثك أنا دلت شوقنا وقف خطوصها إلا قفت عن إلا واحد بضل وفرناس لكن لقى في عينه بجد طيب أو الشيء كلو بناب بقى في عينه معنا إن لقى سجى كفي عينه ولقى دايو قالوا لقى روح إليه إن ما هي حديث كان يروح ويمركض روح على شوته إن أتكت على السيد بعدها أو أما روح كور شوقد أما سيد كتوس حديث تأكل الله كتوس الروح كامقة الروح كامقة ولا دين كرا العثيمين الشيخ ابن العثيمين روح إليه هاي حديث كان قوة الصيبة ديدة وقوة الصيبة نبي قوله ديديبة قوة الصيبة حاول الجمعية حديث تبقى خلافة وكوانا حيوة سكوة رمالة الحديث وصين سكوة رمالة نبي صلى الله عليه وسلم موسى بهم سيدها اقول هنا اوكي يقولي سيد نمدى بحنا إلهي بقى اسكال سبحانه وتعالى فاصل معنا حديث يقولي سيد نمدى بحنا كامل كي نما يسكرن إلهي بقى اسكال معنى هذا مد إساقة أقلنطة أدو النمديس أقلنطة موسى ديدي نبي صلى الله عليه وسلم صار ردد بحديث آخر كي سوحي يقولي قولوا بقولكم أو بعد قولكم هذا الكلمة إسكبها إسكبها من نبي صلى الله عليه وسلم مركة واحد ديدة كمان موقت هذا ديدة كتر لها حديث وبيع حديثة كالإسكوري بالله لكن ديدة كمان موقت سيد نمدى مركة النبي صلى الله عليه وسلم يا مخلوق قلقت الماما يمد إله واكل قدسين سيد نمدى السيد كوا اسم من أسماء الله مرع إلهي مرعي سكمي دوان إلهي مرعي سكمي دوان واتلوان إلهي سلمي سكمي دوان يعني سؤدتك واحد لنا شرفك يوينك لنا عظمنا لنا يعني ما يسترمات مركة السمد وكالتين اسم عربوي مركة إلهي بها السيدة سيد نمر إلهي مركة وامد بحضان كالدمانين سمخلوق سوامد كالدمان ساسفك لك السيد معنا سيد نمر مرحة دو مركة سيد نمر سلاتها وحال الله أقلالهم مرافقة يقالك سيد ويله نبي صلى الله عليه وسلم وحولي لا تقول للمرافق سيد مرافق سيد أبوه حي لهذا السيد مرافق كل هذا إلهي وحك عليه سيدين بنبي صلى الله عليه وسلم سلام عليك أبي هذا أبو ننطي ولي بذلك دولتها إيوه يعني دواويت دولتها إيوه إذا عرف دولتها إيوه كل قالنا وكيكها الله كلمة السيد بالله سلام عليك كلمة السيد هذا وحي كتير تايو إنت من الاستعمال كهذا الله استعماله مستا أوكل الاستعمالات إنجليز كمان إذا مستا أكيد هذا أي كلمة السيد لكلي مركب قال كي بالوني مرافق كي بالوني فاجر كي بالوني نو الله الله مرنا يا بعد ما بدنا نمر والنبي بوادي ده صلوات الله وسلامه عليه سيد إلهي أمبا روح هذه السيد لغة الماء من الروح أقل ما وإله وصالحة وإله الدين جيس كتوصا ساس وإله معنا وحال كل ربي ورمد الله بات نبي أو الله وفا أدار الله وفا دبنا النجوي طولا طول ك لغة العربية جاي واحد ليه هذا حق فضن تين ما دواليه هذا فضن تين ما دواليه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فضن تين ما دواليه يكون أولي واحد إنه هو حرت أقول سدم مركب طول ك فضن تين ما دواليه الغنى واليه واحد كله ليه هذا طول ك واحد كله ليه هذا معناها عظمة وين كنا واليه طيب مركز النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه واحد ضمن مكوه الله هذا الكنا اسكتها أما هذا الكاقار كي بعده لكن شيطان يوسف إلين تشيلن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستجيرنكم الشيطان شيطان يوسف إلين تشيلن ينو هذا الكاس هذا هو اسكب النايل هذا الكاس هذا هو هذا الاسكب النايل لكن شيطان يتو إلين قبصده وهذا الكاس أثر هذا إلين كسر قبضه
يوصل حمال كلو كوي يدين كتشي دني ويبعنا أوصل صوب ونقل هذا الكاسي هذا لك لو كوي وين إنا ترى هذا الشيطان يوصل إذن توصل ساسكنا في كل سلوات الله سلام عليك معنى هبركي أطروح صوب أماته أطلع سيدي يا أفضل الناس يا أعظم الناس وحكا إمارية ومعنى هكا صوبحيا إن بريتو أب حقوق وصله قاتيس ماذا سنجوه إنا الكيس واتكر أسيقاته أياك إمارية مركا الشيطان يوصل إذن توصل المعرفة شيطان يوسف إدين شيدن لنو حماية يوسف إدين شيدن حقيقة مركا لغا قادنا يا ترجمة دا حماية حين التوحيد وحا لغا قادنا يا هذا الكاسواء بناية لكن وحا لغا يا با إن أصابت النقضة وأجيد النقضة شرك يقال لما إنو إدين كاسية مركا دمبه وأعظمنا يأفضلنا يأمال تصادوه مركا دمبه هذا الآن مناسبة إن إنه أليك ستو مخلوقا أدو قرنواغضه أيا لغا يا با معنا سادة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم وفربدي أمان تاسنا سوكاللو تيدي أمان تا نبي قوة صلى الله عليه وسلم روح أقول لكي إنا دمان فقطعك عنق صاحبك صاحبك لقنتي سواد كويسي بنه صلى الله عليه وسلم قل يا واح أمان هذا غركان وانشيك عرفك خير بنه صلى الله عليه وسلم لما أقول لك أمان تو واحد كيني روح هورتي سأدكو أمان تا كبير يسلوين أن يقب إنه قلو قبك يسلوين أن كاسلوين وكيني السجين مهلكي هلاك مجرد dadkiina ilaa xadgudu ku sameeyaan oo qulwi ku sameeyaan tawxiid iyo raaw halka ka soo gaaraya marka saasoo baxay tayib in talaqtu wa tagay buu fi wafdi bani aamir wafdi di reer bani aamir xaalay ku dhaxjiray ila rasuulullaah sallallaahu alayhi wasallam ayaan aaday fa qulna marka taa loo xadlo waxa nuri anta adu nabiyow sayyidu rasuulii ka nigi bad fa qala nabiyow sallallaahu alayhi wasallam as-sayyidu yaani sayyid ka buuxay ee aan kala dhimareen ee dhameystiray الله الله تبارك وتعالى أشرق لك فإذي سنة أو كمال فإذي نسي عموم قلنا مركز نوحا نلو أفضلنا وأنت أدو أفضلنا كنوفة بضبات وأعظمنا نوغنا وين طولا حق شرفك إيا وينك كنوفة بضبات فقال نبي محمد صلى الله عليه وسلم قولوا نحا بقولكم هذا الكين إرسكها الله أو أبس بعض قولكم هذا الكين ناقاركي ولو شك وين شك الراوي وين معك هذا كنا بيقولوا كشكي ولا يستجيرنكم يوسف إذن شيدن لأن الشيطان شيطان يوسف إذن شيدن لأن الشيطان وحوي سيد السبع فرق دوره إنه دمي كبر هذا شيء جائز إسكبرنا بمرك خارج كوغس أو كبر شيء إسكبرنا بمرك كسوق ليه هذا الشيء لقي يرفع عيه يقريه شيء قال لقي يرفع عيه لكن إسكبرنا بمرك هذا هو كوجيه تلاوة الصدحة أو كوق هذا وحوي دمبيار وهذا راح يسقريه dambigii yar marku ku galiyo kuway ba ku xiga kaway ma xaq xiga shirki ba ku xiga ilaahay gaaliba uu ku gaarsiyo in yar tilaabo ku xaynaya macna la yastajirannakum shaytan warka saas ku yii rawahu daawud baa wari xadiiska bi sanadi mukuri jayid aw waraqat wa ala radd ana ku xalagu riday radiyallahu anhu anna an-nas dad ay qalu wahdani ya rasuulallahi rasuulki ilaahi ya rasuulallahi rasuulki ilaahi ya khayrana ki loogu khayr badnaayo وابن خيرنا كما هو خير بدويل كيسا هايو وسيدنا سيد كنقيو وابن سيدنا سيد كنقويل كيسا هايو فقال نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس تدو قولوا وحسن هذا بقولكم هذا الكلام اسكرنا هوي معنا ولا يستهوي ولا يستهوينكم الشيطان شيطان يوسف إذن دو صلب أرى أرق محمد مالعي عبد الله أذوك إلهي بانه ورسوله يا رسولك ما أحب ما تعرف نبي صلى الله عليه وسلم أن ترفعوني إن أذكر إقادان فوق منزلتي بوس كي ملكة الرسينة دي قالت التي بوس كاسو أنزلني الله إلهي أويدتي عز وجل ماشي إلهي إبغي ملكة الرسينة دي قيسان هالك ما إحب نبي صلى الله عليه وسلم ما تعرف سيدة دراتة دي قد دائما معنا معنا واحد كل هذا رسولك إلهي كي نوغو خير بالله كي نوغو خير بدويل كيسيو أرادا زيدي جيرو مركي روح أمان يا سيكلي أمان دمين كو قاسين جيرو أول يدي أبياشي من لا أمان جيرو مركا كي نوغو خير بالله أبيهي ندد أوغو خير بالله وأبيه قال موباها سيدد أوغو خير بالله سيد كنقيو سيد كنويل كيسا هايو معناها أسونا وسيد أمين السيد واحد أمان السيد واحد هذا يقول هذا وركان النبي محمد صلى الله عليه وسلم دادو هذا الكاظم هذا الكين كوه الله شيطان سيوسن إذن دوبسن نو يوسن إذن لومين
oo hadalka aad tiraahdeen iyo amaantaas iyo sanina xadgudu ku sameeysaan iyo sabacaha idin ku kalifin arugu waxa rahay maxamed baan ahay magacaygu waa kaa addoon ilaahay baan ahay rasuulkiisina waa haddaad tilmaantayda doonaysaan waxaad ahay addoon ilaahay madhaasiisa rasuul ilaahay baan ahay ilaahay baa isoo dirsaday magacaygana maxamed baa layidhahay inta igu daayay nabigulahi salawatullahi wasalaamu calayh soomaynta soo maray laa taqruuni kamaa atrat annasaara ciisa bna maryam ha igu xadgudbina say kristanku ugu xadgudbeen nabiylaahi ciisa calayhi salaam faquluu cabdullaahi warasuuluh inamaa ana cabdullaahi warasuuluh faquluu cabdullaahi warasuuluh anigu addoon ilaahay iyo rasuulkiisaan ahay ammaanta markaad ammaanaysaan addoonkii ilaahay iyo rasuulkiisii dhah intaa ha qaafinina macnaas intaa ma jecli buu nabigu sal alay wasalam meel ilaahay ii dhigay iyo booskii ilaahay raalliga iiga noqday inaad iga sarraysisaan ha iga saramarinna buu nabigu salawatullahi wasalaamu calayh saas way macna marka waa addoon ilaahay waxaa u dheer rasuulnimo oo ilaahay baa soo dirsay subxaana wa tacaala ilaahay baa jeclaaday addoommada ilaahayna waa ugu khayr badan yahay waana ugu fadli badan yahay sayidkoodiina waa yahay siduu isagu waa isku sheegay nabigu sal alay wasalam laakiin saxaabada wuxuu u diidayaa hadalkaas khatar kale inay ka timaado lagayaa ammaantaa nabiga imaanaya salawatullahi wasalaamu calayh inay ka timaado intay la taraaraxdo oo ay la gudubto shirkiyaad inay galaan bukacdo oy magiciisa iyo isaga ammaana iyo nabiga weyneeya iyo nabiga ixtiraama iyo xaqiisa siiyayo in iyagoo caqiidadaa ka duulaya iyo mabda'aas ay nabiga ku xadgudbaan buu nabigu ka cabsan salawatullahi wasalaamu calayh saas daraaddeed buu hadalkaa u diidan yahay waa sida maantaba taalla maantaba sida taalla way macna waxaa nabiga lagu samaynaya salawatullahi wasalaamu calayh iyo waxyaalaha la weydiisanayo wixii ilaahay uu goori ahaa subxaana wa tacaala nebiyo roob na siiyo nebiyo ilaahay maxaa wax weyaan maaragtay yaani wax weyaan ilma isiiyo wax alla wixii ilaahay la weydiisan jiro o dhan nebiyo ergan ku weydiisanayo iyo shafaaca qaadi yaani wax alla wixii ilaahay la weydiisan jiray baa nebiga la weydiisanaya salawatullahi wasalaamu calayh bal waxaa la weydiisanayaa mushkilo walba oo timaan mid caam iyo mid khaasaba dadki waxaad arkaysaa rasuulka ila aadayaan salawatullahi wasalaamu calayh saas wey marka manziladii uu yidhi ii daayo halkaa hay dhaafinina yaa la dhaafiyey isaguna waa diidan yahay raalli kama iigu leeyahy mana jecli nabigu salawatullahi wasalaamu calayh inaguna waxaan leenahay waad jecesha waa ku sandulaynaysa qasab waaye nebigaa jecel salawatullahi wasalaamu calayh waa inaad macnaha wax weeyaan aan samayno waa inaad nabiga ku raalligelinno waa inaad nabiga ku jeclaanno war nebigu ma jeclo salawatullahi wasalaamu calayh inuu kugu naca mooyaane kugu jeclaan maayo inuu kugu naca mooye haba yaraatee nebigu maxaa kugu jeclaan maayo ilaahayna subxaana wa tacaala inuu kugu naca mooye kugu jeclaan maayo sharcigu wuxuu xadeeyey in la dhaafo maaha wuxuu sharcigu xadeeyey in la dhaafo ma aha oo caqligaaga iyo garaadkaaga iyo waxay ila tahay iyo keliya intaad sharci ka dhigatiyo mabda inaad sidaa ku duusho oo sidaa ku tilaabo qaado ma aha macna wax badan oo adiga wanaag kugu muuqdo ayaa xumaan isu bedeliyo xumaan ah marka sharciga loo laabto sharciga loo fiiriyo macna ana naasan dad baa qaaluu waxay nahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow yaa khayranaa kiina ugu khayr badnaayo wabna khayrina kana ugu khayr badan wiilkiisa ahayo wa sayidanaa sayidkanagiyo wabna sayidina sayidkanaga wiilkiisiyo rasuul ilaahay uu yahay dadna waa ugu khayr badan yahay sayidkii ummaddana waaya iyo carruurta aadam oo dhan intaba waaya laakiin hadalkan maxaa ka dambayn doona ammaantan saas u wadaa bay meel xulida ka lici doontaa way macna faqaala nabigu wuxuu yihi sal alay wasalam yaa ayuha annaasu dadow quuluu dhaha biqawlikum hadalkiina dhaha walaa yastahwiyannakum yuusan idin duufsanin ashaydaanu shaydaan yuusan idin duufsanin shaydaan intuu meeshaa idinku soo gabado oo ammaantaydaa idinka soo galo yuusan xumaan xaggeeda idiin jiidanino idiin duufsanin iyo shirkiyaad ana anugu muxammadun muxamed baana cabdullaahi addoonka ilaahay iyo rasuulu rasuulkiisii baana addoon ilaahay iyo rasuulkiisii baana maxaa ka qiimo badan ilaahay subxaana wa tacaala nabigiisa markuu ammaanta ugu sarraysiyo gaadhsiiyey wuxuu ku tilmaamay addoonkiisa subxaana aladii asraa bicabdihi layla maqaamaadka ugu sarreeya ee ammaanta addoonnimu ku tilmaamay tabaaraka aladii nazala alfurqaana calaa cabdihi israagu waa meelihii ugu qiimo badnay wa haddana addoon buu ku tilmaamay sidoo kaleeto qur-aan waxyiga degitaankiisana addoon buu ku tilmaamay markii laga hadlay addoonnimadu marka meesha ugu sarraysa la gaadho wey macna ruuxba ruuxu ilaahay uga addoonsan yahay uga daacad badan yahay ayuu ilaahay uga dhow yahay addoommadana inteeda kaleeto kaga qiimo badan yahay wey macna ayib maa uxibu ma jecli buu nabigu sal alay wasalam an tarfacuuni inaad kor inaad kor ii qaadaan
ودي كريشان فوق منزلتي بوس كيغا ملك سريس التي بوس كاسو أنزلني الله إلهي بيتي عز وجل ماشو إلهي بيجي ملك سريس إلى كريه قادان من شعر ابن نبي صلى الله عليه وسلم ومن حيث هاي وأضون إلهي الرسول ماشو إلهي بيجي سبحانه وتعالى هذا صفات كمال مخلوق اللائق أقلم هذا الله جود حلي النبي صلى الله عليه وسلم وهو أولها لكن أمانتا يشيك شيك يا واحد لبك لسئله كان صناب على غيامة ومن باب تسدي درائح أي النبي صلى الله عليه وسلم كهرتك ومدى شرك إلى قطعة وكهرتك يا معنى رواه حولي حديثك أن سائبة ولي بسند جيد سند وناكسن أي كوري. طيب في مسائل بعض المسائل ما كنت الأولى مسألة كوادي وحوي تحذير الناس ذاتك أو لوغدك من الغلو حذيرك لوغدك وإن صامرني باب الغلو حذيرك شيء حد له أو لكتبيه أو لتلابيه أو ذاتك لوغدك. طيب وهذا الحاكم ذا وحاكم ذا نبي صلى الله عليه وسلم عليه حد له الله سبحانه وتعالى حقوق وخصائص له حد النبي صلى الله عليه وسلم او لتلابيه او لكتبيه او لغا كركر لوغا قاده waxa la gelinaya marka ilaah subhanahu wa ta'ala khasaaistiisa xuquuqdiisa ba la siin wa sida hadda taa loo imaana xuquuqdi ilaahay u laha had buleeyaha xuquuqna walaa ilaahi sallallahu alayhi wasallam xuquuqdiisa ya hadiisa ya la gudbin ilaahay ila xuquuq buleeyaha khasaais buleeyaha tiisa ya cidna laga siin muumini taaliga iyo dadka culimada iyo madaxda iyo awliyadu la xuquuq bayleey xuquuqdooda ilaahay hal siiyo يالله اسكو داري وحي مر يالله اسكو داري حديث لكن تي الله سبحانه وتعالى إصلا صوب قال مخلوقات كي يأضوه دقار كم من الله سيد حدر اللي إذا والو ما موسى هيا والو قدرين هيا كورا بريض إلهي بأسك الله سبحانه وتعالى أضاد الرسول ويديسته أما أولي ويديسته حق إلهي لهذا المخلوق يسد ما هو حقا مرك حق إلهي سبحانه وتعالى عدك لله سينا إن الله دوره هو الكداية لإلهي مسكي حق التي إن حضر اللقو قرب يستاوي ومركي وركد داي لإلهة ما يعني وحويان أولي داما أقولي رسول كيب الله يصوم يلقى قطعي كرا لسوي وخلط واي حقوق أين الله ينبات في السينة ربي با يسكال حقوق سبحانه وتعالى عد يسكال الهلو داي عد والبنى ميشي سهل لقوي معنى اختصاص إله وحقه بيه سبحانه وتعالى. الثانية مثلا لبعد وحوي ما ينبغي وحها قول أن يقول إنه إلهة من قيل عدي لقول له إستقى أنت سيدنا سيد كنجي باتها هذه الولاد محاكوها بولنا كتوات السيد الله طينا تلغافع إلهي بات سيد نمد بحدي إسكال عبارة الثالثة والثلاثة لحد وحا ويقوله أراهدي سنبي قول صلى الله عليه وسلم لا يستجيرنكم الشيطان شيدا يوسن إذن تيرن وحمال حقير يوسن إذن تيرن مع أنهم أيضا ولبا أين لم يقولوا أين بهم إلا الحق حق مويه وحي كهلن وحق ووحي ما لكم أين هلن ونبي هو سيد صلى الله عليه وسلم عليه وخير الناس هو أفضل الناس هو أعظم الناس انت الشيطان هو حق حتى لما ذلك النبي قلت لها شيطان يوصل إذن تيدا حقيقة إيمانة شيطان تيدا شد شيطان تيدا شد وحوي شيطان هو حق وبنان وجائزة يلغى يابا إنه كبس وقبضه سبب إنتو كاقا بكتو إنه كبول لح سبب عنه marka meesha shaydaan yusan idin soo gabadhin yusan gabaad idin ka dhigani way macna amaanta iyo sheekheeka faraha badan arrabaatu mislada afraad waxa uu qowluhu nabiga oo dhahdiisa uu yiri ma uhibbu ma jecli an tarfa'uni ila farqi qadan fawqa manzilati manzilada ila meel ka sarreysa inaad kor igu qaadaan ma jecli uu yiri way macna haduu sanay waxa jecelay salaatu wasalaamu alayhi nabiga ma jecli nabiga ma jecli ila saasba ilaahi nabiga jecla subhanahu wa ta'ala allah ma jecla nabiga sallallahu alayhi wasallam مخلوقات في أدمي سوناكسن علمنا ما تعالى سيدا درادة يقول حسن النبي تعالى يا لوج سمد الليل وحنا إلهي تعالى يا الله إيمان إيه إن كنتم تحبون الله فاتبعوني هذا إلهي تعشين ورسولك تعشين نبي الراعة صلى الله عليه وسلم وحديثي في القرآن كتاب برتان كنت قم شعيرك دليل كيس شعيرك سحرة دليل كيس واقع هذا ولله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa ta'aala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.